بسم الله. قراءة للقاء مع الدكتور ياسر المطيري، مجلة بيم أرابيا، العدد الخامس. بسم الله نبدأ. هل من الممكن أن تضع نبذة عن نفسك، شهاداتك وخبراتك؟ دكتور ياسر بن رزقان المطيري، خريج كلية تصاميم البيئة من جامعة الملك عبد العزيز، حاصل على درجة الماجستير في العمارة الرقمية من جامعة إدليب باستراليا، وحاليا أدرس مرحلة الدكتوراه في جامعة سالفورد ببريطانيا حول مجال تطبيق البيم في المنظومة التعليمية للأقسام الهندسية المعمارية، ومحاضر في ذات الجامعة، حاصل على شهادة إدارة المشاريع باستخدام تقنيات البيم من كاد تيتشر ومعتمدة من شركة أوتوديسك، مع خبرة 5 سنين في القطاعين الحكومي والخاص. في رأيك ما هو التعريف المناسب لنمذجة معلومات البناء من منظور التعليم؟ يوجد البيم أكثر من تعريف، وهذا يعود المعرف، حيث أن أغلب التعريفات تنطلق من منظور المعرف للبيم. فمثلا البيم يتم تعريفه أنه عبارة عن تقنية حديثة تساعد في التصميم وإدارة المشروع، وكما تم تعريفه أنه عبارة عن آلية عمل جديدة. ولكن هذه الاختلافات ليست بالاختلافات الجذرية، فمعظم الباحثين اتفقوا على أن البيم هو نهج متكامل لعملية التصميم والتنفيذ وإدارة المشاريع. ما هي الفوائد المتوقعة من استخدام نمذجة معلومات البناء في التعليم؟ قبل سرد الفوائد المتعلقة بتدريس البيم في التعليم، يجب أن نعرف أن تطبيق البيم في سوق البناء سوف يكون له مردود إيجابي لجميع المشاركين في المشروع من مصممين ومهندسين وملاك. وفيما يخص فوائد بيم للتعليم، فيمكن أن نقول أن كلما زاد مستوى دمج البيم في التعليم، كلما زاد مردوده الإيجابي على الطلاب. فعلى سبيل المثال، إذا تم تدريس الطلاب تقنية البيم فقط، فإن ذلك سوف يساعدهم على حل مشاكلهم المعمارية في بيئة رقمية ثلاثية الأبعاد. وإذا قامت المؤسسة التعليمية بتدريس منظومة البيم من خلال استوديو تصميم متكامل، حيث أن هذا الاستوديو يحتوي على فرق عمل من التخصصات المختلفة يتشاركون في تصميم مشروع، ومن هنا تكون فائدة الطلاب أكثر من المثال السابق، حيث أنهم سوف يقومون بتطوير أنفسهم من خلال طريقة التعاون والاتصال باستخدام تقنية البيم. وفي كل الأحوال، تطبيق بيم في سوق العمل في سوق البناء في ازدياد، ومن هنا فإن تدريس البيم من خلال المؤسسات التعليمية سوف يساعد في سد احتياج السوق من خبراء البيم. هل هناك عوائق تمنع تكامل تطبيق نمذجة معلومات البناء مع الأساليب المتبعة في التعليم حاليا؟ على حسب الدراسات، يوجد أكثر من 15 سبب تشكل حاجز لتطبيق البيم في التعليم، ويمكن تقسيمها إلى أسباب تعليمية منهجية تقنية. من الأسباب التعليمية عدم وجود مساحة تسمح بتقديم الفكر الجديد، عدم وجود المراجع التي تساعد في تدريس هذا المنهج، لا توجد طريقة واضحة لتدريسه. ومن ناحية التقنية، فهناك بعض القلق يخص ما هو البرنامج الذي سوف يستخدم، وهل يمكن يؤثر سلبا على الطلاب. معظم هذه الأسباب تم ذكرها من قبل الباحثين من أنحاء العالم، ولكن لكل بلد تظهر لهم بعض هذه المشاكل كحاجز ضخم والآخر يمكن حله. بشكل مبسط، كيف يمكن تطبيق نمذجة المعلومات البناء في المناهج التعليمية بكليات الهندسة المعمارية؟ تطبيق البيم في الكليات المعمارية يجب أن يدمج دمجا كليا في المنهج، فتدريسه كمادة مستقلة أو في جزء من المنهج سوف يخدم الطلاب لفهم جزء بسيط من فوائده. ولكن الدمج الكلي يساعد الطلاب في حل قضايا معمارية تحتاج في بعض الأحيان إلى تقنية حاسوبية مثل الاستدامة، وأيضا تساعدهم في تطوير مهارة الاتصال لديهم مع مختلف التخصصات. ما مدى مرونة النموذج بتطبيقها على الكليات الهندسية الأخرى؟ إذا فرضنا أن الأسلوب الجديد البيم هو أسلوب أقرب لأقسام الهندسة المعمارية، فإن تطبيق البيم واجه مشاكل عدة في تطبيق لديهم بالمقارنة مع أقسام الهندسة، فأعتقد أنها سوف يجد صعوبة. ولكن الأمر يعتمد في الأخير على معرفة أعضاء هيئة التدريس بالمفهوم الجديد وفائدته، فإن هذا سوف يساعد في تطبيق الفكر الجديد. ما هي المجالات المعرفية التي يشملها المنهج المقترح؟ هل يشمل أيضا إدارة المشاريع، الاستدامة، وترميم المباني التاريخية؟ البيم منظومة جديدة يمكن أن تحل مكان المنظومة القديمة، وفي مجال التدريس يمكن أن يقدم من خلال أغلب المناهج المعمارية مثل المرسم المعماري، الرسومات التنفيذية، إدارة المشاريع، وأيضا يمكن تقديمه لحل بعض القضايا والمشاكل المعمارية مثل الاستدامة، حفظ المعلومات التي تشمل ترميم المباني التاريخية. ولتوضيح ذلك، توجد بعض الدراسات عن استخدام البيم وتقنية المسح باستخدام الليزر في حفظ وتوثيق المباني التاريخية. مثل هذه التقنية ممكن أن تقدم للطلاب في مراحلهم العليا أو في مرحلة الماجستير والدكتوراه. ما هي أفضل التطبيقات التكنولوجية التي تتوافق مع المناهج التعليمية للبيم في الكلية الهندسية؟ المفترض أن تحديد التطبيق المناسب يجب أن يتم على أسس معينة. على المؤسسة التعليمية أن تحدد
أفضل تطبيق يناسبها بناء على أكثر تطبيق مستخدم في سوق العمل في سوق البناء وتكلفته على الدائرة التعليمية وأيضا سهولة الحصول على مناهج داعمة له. كيف يمكن تجاوز إشكالية إشكالية التشغيل المتوافق مع interoperability بين برامج الهندسية المختلفة المتعلقة بالعمارة؟ في المرحلة هذه أعتقد أن على الدائرة التعليمية أخذ في الاعتبار أن تختار أفضل البرامج التي يمكن أن تتصل بعضها بدون مشاكل. فعلى سبيل المثال ممكن اختيار الريفت ونفس ووركس وجرين بيلدينج ويب سايت حيث أن التوافقية بين هذه البرامج جدا عالية. في حال الاعتماد على منصة برامج متكاملة من شركة واحدة، ألا تعتقد بأن ذلك سيساهم في زيادة الاحتكار؟ نعم، ولكن الاحتكار وارد، وأقصد من ذلك على سبيل المثال أن الريفت البرنامج المعروف لم يكن يوما ملكا لشركة أوتوديسك. الشركة حاولت مرارا عمل برنامج يشابه إمكانياته ولم تستطع، وفي الأخير قامت بشراء شركة كاملة. في الأخير توجد توجد برامج كثيرة تخدم البيم، والاختيار من بينها يعود للنقاط التي ذكرت في السؤال السابق. بعد تطبيق المنهج التعليمي المقترح للبيم في الجامعات، هل المستوى المتوقع للطالب سيكون متوافقا مع احتياجات سوق العمل؟ سؤال صعب الإجابة عليه. سوق البناء يتطور كل يوم، وعلى الباحثين القيام بقياس مخرجات الجامعات ومقارنتها باحتياجات سوق العمل. ولكن إذا تم تطبيق البيم بالصورة الفعالة فأعتقد أن المردود سوف يكون إيجابيا. ماذا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم؟ الواقع المعزز، الطابعات ثلاثية الأبعاد، هل تعتقد أنه سيساهم في تعزيز إدراك الطالب لفوائد البيم؟ نعم، ولكن مثل هذه التقنية أقترح أن تعرض في المراحل العليا، وبعض هذه القضايا لم يتم تغطيتها بالكامل من الناحية البحثية. هل تعليم البيم في الجامعات يمكن أن يؤثر على مراكز التدريب؟ لو أننا افترضنا أن البيم هو عبارة عن تقنية فقط، فسوف أقارن لك تدريس الأوتوكاد والثري دي ماكس في كل من الجامعات والمراكز التدريبية. هل حدث تأثير؟ لا أعتقد أن هناك أي تأثير، حيث أن هدف كل من الدائرتين مختلف. في رأيك هل يمكن صياغة منهج أكاديمي للبيم في التعليم الهندسي المهني دون الجامعي؟ نعم، ولكن يحتاج إلى رسم خارطة الطريق للمنظومة ككل، تحديد المخرجات من كل جهة تعليمية. في الوطن العربي هل هناك تجارب حالية أو مستقبلية لاستخدام البيم في التعليم الجامعي؟ توجد بعض الجامعات العربية التي قامت بتطبيق البيم، ولكن جميع الأمثلة فهمت البيم على أنه عبارة عن تقنية، فقامت بتدريس إحدى برامج البيم مثل الريفت. ولكن في المستقبل القريب سوف تلحق الجامعات العربية بالركب وتطبيق البيم سواء في الوطن العربي أو خارجه. ما هي المؤسسات التعليمية التي تقدم مناهج للدبلوم، البكالوريوس والماجستير حول البيم؟ في الوطن العربي إلى الآن لا يوجد، وهذا لقلة المراجع التي تخص هذا الموضوع. أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية حول العالم ففي بريطانيا البيم يقدم في أغلب جامعاتهم في مرحلة الماجستير والدكتوراه، كما هو الحال في أمريكا وأستراليا. ولكن في أستراليا وأمريكا تم دمج البيم في أغلب برامج البكالوريوس المعمارية والإنشائية والهندسية. هل الدراسة عبر الإنترنت للبيم تختلف عن الدراسة في الجامعة من ناحية المعلومات المقدمة والاعتراف بالشهادة؟ على حسب المواد المقدمة والقضية المطروحة. فعلى سبيل المثال لو كان الموضوع عن استخدام تقنية البيم مع الليزر الماسح، فأعتقد أن الدراسة في فصل دراسي أفضل من الدراسة عن بعد. على كل يعتمد الرد على هذا السؤال بتحديد نوع الدراسة. هل هناك جامعات تقدم منح مجانية مدعومة بأسعار رمزية في مجال البيم؟ المنح الدراسية لها شروطها، ولا أعلم إذا كانت تنطبق على البيم أم لا.